ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس حسين علي يعقوب القائم بأعمال الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات. سيد حسين، بداية نرحب بك. يعني بعد إعلان وزارة المواصلات عن عدد أكثر من 32 ألف راكب عبر النقل البري خلال شهر ديسمبر الماضي فقط، هل يشكل هذا الرقم ارتفاع عن الأشهر الماضية؟ وإذا كان هناك ارتفاع، ما هي أسباب هذا الارتفاع في شهر ديسمبر برأيك؟ طبعا أخي الكريم، بداية أشكر لكم هذه الاستضافة، ونود أن نبين لكم بأن حركة الطلب على شبكة النقل الجماعي قد شهدت تعافيا ملحوظا وارتفاعا مضطردا منذ شهر نوفمبر مثل ما بينتم من العام الماضي، نتيجة إضافة 4 خطوط جديدة تخدم مختلف مناطق مملكة البحرين. طبعا هذه الخطوط تقع ضمن المراجعة الدورية، أو هذه الإضافة تقع ضمن المراجعة الدورية التي تقوم بها وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة بقطاع النقل البري بالتعاون مع شركة البحرين للنقل الجماعي، وهي الشركة المشغلة لشبكة النقل الجماعي في المملكة. طبعا انعكاسا لهذا الارتفاع، أعلنت الوزارة أيضا بالتزامن مع إضافة هذه الخطوط عن تسجيل ما يقارب 77 مليون راكب منذ تدشين الخدمة في فبراير عام 2015 وحتى الآن، وهذه أحد الدلائل الإيجابية لنجاح المشروع ولله الحمد. نعم، إذن تم الإعلان عن خطوط إضافية جديدة تم تشغيلها في نوفمبر من العام الماضي. سيد حسين، أين تتركز أو تتفرع هذه الخطوط، وكيف تعزز من جودة حركة النقل العام داخل مملكة البحرين من ناحية تغطية يعني جميع المناطق؟ طبعا أخي الكريم، من ما لا شك فيه أن التوسع العمراني في مملكة البحرين يشهد تعافيا وتطورا مستداما ومستمرا. طبعا نحن في وزارة المواصلات والاتصالات وبالذات فيما يخص شبكة النقل الجماعي نعمل على مواكبة هذا التطور والتوسع العمراني. وطبعا هذه الخطوط يمكن أهم ما تمت خدمتها في هذه الإضافة الجديدة هي مدينة سلمان، وهي من المدن الإسكانية الحديثة التي تشهد طلبا متزايدا، بالإضافة إلى خدمة كافة المناطق في المملكة وتكوين شبكة متكاملة ومترابطة تخدم حركة التنقل بشكل عام. طبعا لا ناهيك عن إضافة شبكة كاملة تخدم مقر جامعة البحرين الثلاثة، وتم التركيز بالأخص على مقر الصخير. نعم، هل هناك خطط مستقبلية ويعني بسبب الارتقاء بمنظومة النقل البري الجماعي داخل مملكة البحرين؟ طبعا الخطط أخي الكريم موجودة، هناك عدد من المبادرات والمشاريع التي تعمل عليها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع جميع شركائنا سواء كانت جهات حكومية أو قطاع خاص لتعزيز هذه الشبكة وتطويرها وحث وجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين، وذلك لخدمة أو لتطوير شبكة النقل الجماعي وإضافة خيار مستدام للمواطن والمقيم على مملكتنا الخالية. نعم، إذن المهندس حسين علي يعقوب القائم بأعمال الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.